طيب احنا نبدأ النهارده ناخد اكزامبل على ريجوليشن اوف جين اكسبريشن، ودي تعتبر اخر درس في مولكولار بيولوجي يا جماعه وفي الدي ان ايه. وايه معنى كلمه برضه؟ في على فكره بالمناسبه لينك هبعته برضو للليدر، يعني كاكزامبل على ريجوليشن اوف جين اكسبريشن، فيديو كده حلو على اليوتيوب اتمنى تشوفوه، مش خاص بيا والله، هو بس يعني حلو ليكم ايه، بحيث يقدر يسهل لكم الموضوع شوية عشان تتخيلوه بسهولة. انا هحاول ابعته باذن الله دلوقتي على الواتس بتاع الليدر يعني. طيب مبدئيا قبل ما ابعت، يعني ايه يعني ايه كلمة جين اكسبريشن يا جماعة؟ يعني ايه كلمة جين اكسبريشن؟ جين اكسبريشن معناها ان انا اطلع بروتين او ار ان اي برودكت من حتة جين موجود على الدي ان اي، تمام؟ يعني بمعنى اصح يمثل لاما الار ان اي ترانسكريبشن او البروتين ترانسليشن. ده معنى كلمة جين اكسبريشن. لما يقول لك ان حصل انكريز الاكسبريشن او ديكريز الاكسبريشن، دي معناها انه حصل انكريز للترانسكريبشن او الترانزليشن او ديكريز للترانسكريبشن والترانزليشن، تمام؟ مش عارف، انا كنت المفروض ابعت الرابط هنا اهو اللي هو بتاع الفيديو كده. ماشي اوكي، انا بعت رول لازم. طيب ودي كلمة جين اكسبريشن. ايه الجين اكسبريشن؟ قال لك في الايوكاريوت يختلف عن البروكاريوت، ودي مش عايز يعني اصدعكم بيها. يعني بيقول لك ان المفروض انه في الايوكاريوتس يعني ما فيهاش حاجه اسمها اوفرونز، هنعرف ان اوفرونز الجينات اللي هي كود لبروتين موجوده في ديفرنت كروموسومز، وكل جين بيبقى ليه البروموتر الخاص بيه او الحاجه اللي بتحفز ان هو يبدا يعني يحصل له ترجمه وترانسكريبشن. الترانسكريبشن ترانزليشن بيبقوا سيبريتد، سواء في الايوكاريوت الكلام ده سواء بانترا سيلولار كومبارتمنت، يعني ما راح الترانسكريبشن يحصل في النيوكليس والترانزليشن يحصل في السيتوبلازم، او بالوقت اللي هو بيؤخذ فيه تصليح او تعديل البوست اللي هو اللي بنسميه بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن في الار ان اي. الكلام ده بيحصل اكتر في الايوكاريوتس مش في البروكاريوتس، تمام؟ برضو في الايوكاريوتس حته الدي ان اي ديت علشان اقدر اصلا احولها الى ترانسكريبشن لار ان اي لازم يحصل لها سيبريشن او انويندنج. فدي كلها ثلاثه ميجور ديفرنسز ما بين البرو والايوكاريوت في تنظيم عمليه الترانسكريبشن ترانزليشن اوف جينز، ان لازم الدي ان اي يتفصل يحصل له لوكال سيبريشن، ما فيش حاجه اسمها اوبيرون في الايوكاريوتس. المفروض انه كل جين او كل جين مسؤوله عن بروتينات معينه وبتشتغل مع بعض موجوده على ديفرنت كروموسوم، مش بتتجمع في مكان واحد زي ما بيحصل في البروكاريوتس. الترانسكريبشن والترانزليشن بيبقى سيبريتد عن بعضهم، حاجه بتحصل في النيوكليوس حاجه بتحصل في السيتوبلازم، وكمان في بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن او بروسيسنج بتحصل للار ان اي. طيب في الايوكاريوتس ريجوليشن بياخد وجه مختلف، انه بيبقى فيه زي حاجه اسمها ايبيجينيتكس. الايبيجينيتكس دي اللي هي ما بعد الجين اللي احنا ممكن ما نبقاش عارفين اشمعنى الجين ده في الوقت ده حصل له اكتيفيشن واكسبريشن، واشمعنى في وقت تاني حصل انهبيشن للاكسبريشن بتاعه. واللي فسر لي عمليه الايبيجينيتكس دي قال لك ممكن يكون بسبب حاجه حصلت الكروموسوم نفسها او الكروماتين، حصل كروماتين ريموتلينج، يعني الكروماتين فك شويه ما بقاش كوندنس فبالتالي عمل اكتيفيشن للجين، او لا اتلكلك كده على حته الجين دي وحصل له كوندنسيشن فبالتالي منع الجين ده ان يحصل له اكسبريشن.
او حصل ميثيليشن في حته الجين بتاعت الدي ان ايه فمنعها من ان يحصل لها اكسبريشن، او حصل ري ارينجمنت او امبليفيكيشن للجينز او ديليشن للجينز، ده كله بيأثر ان يحصل ترانسكريبشن ترانزيشن ولا لا في الايوكاريوتس. جالك مش كده وبس، ده كمان ممكن يحصل يجيش على مستوى الار ان اي ترانسكريبشن في حاجه اسمها موتيفز. لو تفتكروا خدنا في الزنك، في المينرالز قلنا ان في ان بيحصل ريجوليشن للجين اكسبريشن من خلال ان هو بيدخل في الزنك موتيفز اللي هي بتخلي الترانزليشن ترانسكريبشن از اون او اوف. كمان ممكن يحصل ريجوليشن على مستوى البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن اوف ار ان اي، يعني يخلي ما يحصلش كابنج، او فبالتالي ما ار ان اي ما يشتغلش، او لا يعمل البروسيسنج بسرعه، يعمل كابنج وتيرنج واديتنج عشان يشتغل الترانسكريبشن. كمان ممكن يشتغل يجيش على مستوى ترانسليشن. الامور دي كلها بتحصل في الايوكاريوتس. في البروكاريوتس علشان نفهمها لازم هناخد اكزامبل على حته جين وحصل له ترانسكريبشن ترانسليشن لبروتين، امتى يبقى اون وامتى يبقى اوف. احنا هناخد الاوبرون كاكزامبل للريجوليشن جين اكسبريشن في البروكاريوتس. والاوبرون ده يعتبر ترانسكريبشن يونت او جزء زي ما قلت لكم في كذا كومبوننت. اولا في الجين الاساسيه اللي انا عاملها ترانسكريبشن وترانزليشن لبروتين، ودي بتمثل انزيمات مهمه للتمثيل الغذائي للتمثيل او للتكسير او لحرق اللاكتوز، اسمها ستراكشرال جين. يليها حته اسمها ريجوليتري جينز، وديت بتكود لريجوليت البروتين. يليها كنترول جين، دي اماكن جنب الستراكشرال جين بتمسك فيها ريجوليت البروتين. فالثلاثه من كومبارتمنت دول اللي هو ستراكشرال جين وريجوليتوري جين وكنترول جينز، دول بيدخلوا في تركيب الاوبرون. طيب هم كام اوبرون موجوده في الايكولاي او الشيرشيا كولاي كاكزامبل؟ ده نوع من البكتيريا اللي هي بناخدها كاكزامبل على البروكاريوتس. قال لك في اللاك اوبرون اللي هو اللاكتوز اوبرون يعني، في التريبتوفان، وفي الارابينوز اوبرون. احنا هنشرح اللاك اوبرون بس، اللاكتوز اوبرون ايه قصته. الاخ ده قال لك والله نورمال البكتيريا بتستهلك السكريات سواء جلوكوز او جالاكتوز علشان تحصل منها على حاجتين، اولا طاقه، وانها مصدر للكربون اتوم انها تبني بيها يعني الخليه تبني بيها نفسها يحصل لها جروث. بس يا ترى هي بتحب تفضل مين فيهم اكتر؟ قال لك هي بتفضل الجلوكوز على اي نوع سكر تاني. ليه؟ لانه فيور انزيم نيدد فور اتس ميتابوليزم، انها بتحتاج بتصنع شويه انزيمات صغننين عشان تقدر تستهلك الجلوكوز ده، سواء تحرقه تاخد منه انرجي او تاخد منه الكربون اتومز وتبني بيه نفسها. طيب لكن ده ممكن هي افرض ما فيش جلوكوز في الخليه دي في البكتيريا دي ومتوفر الاذر شوجرز، خلاص هتضطر ان هي تشفت الى تصنيع الانزيمات المسؤوله عن الميتابوليزم بتاع الاذر شوجر، واشهرهم هو اللاكتوز. عشان كده احنا هناخد اللاكتوز اوبرون، ده ترانسكريبشن يونت مسؤوله عن تصنيع الانزيمات المسؤوله عن تمثيل الغذاء للجلوكوز لللاكتوز طيب ايه هم الثلاث انزيمات المهمين لتمثيل غذاء اللاكتوز؟ في واحد اسمه بيتا جالاكتوزيديز، وده بيكسر اللاكتوز لجلوكوز وجالاكتوز. وفي لاكتوز برميز، ده من اسمه بيرميت او بيسمح الترانسبورت بتاع اللاكتوز جوه البكتيريا السيل. وفي انزيم اسمه سايو جالاكتوز ترانسستايليز، مش لاجيول فانكشن، فقال لك ده عامه بيعمل اسيتيليشن لبعض البروتينات عشان يسهل عمليه الجين اكسبريشن لللاك اوبرون. يبقى في 3 انزيمز مسؤولين عن التمثيل بتاع اللاكتوز او تكسيره. طب الاوبرون بتاع اللاكتوز بقى، ما الانزيمات دي بروتين، بروتينز يعني ليها جينز. الاوبرون اللي هو مسؤول عن الاكسبريشن بتاع البروتينز دي او الانزيمز دي اسمه لاك اوبرون، حيث لاك معناها لاكتوز ميتابولايزنج انزيمز، واوبر يعني اوبريشن، واون از اون. بقى شوف بقى بيتكون من الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم قبل كده. اولا structural جين اللي هو جين اسمه Z وجين اسمه Y وجين اسمه A، ودول الكل الثلاثة انزيمز المسؤولين عن اللاكتوز ميتابوليزم، حيث اللاك Z جين مسؤول على الاكسبريشن بتاع البيتا جالاكتوزيديز، والواي جين مسؤول عن الاكسبريشن بتاع اللاكتوز برميز، والاي جين مسؤول عن الاكسبريشن بتاع السايو جالاكتوز ترانس اسيتايليز. طيب الكومبوننت الثاني هو الكنترول جين، وده احنا قلنا اماكن بيمسك فيها الريجولاتوري بروتين. في عندنا الاو اللي هو الاوبرون، وده المكان بيمسك فيه بروتين اسمه لاك ريبريسور بروتين. اول ما يمسك فيه ده بيمنع الاكسبريشن اصلا بتاع الاوبرون. في مكان تاني اسمه بي اللي هو البروموتر، اللي المفروض يمسك فيه الار ان اي بوليمريز علشان انهانس الاكسبريشن بتاع اللاكتوز بوليمريزنج انزيم.
وفي جين تاني اسمه كاتابولايت اكتيفيتور بروتين جين، ده المكان اللي بيمسك فيه الكاتابولايت اكتيفيتور بروتينز، واللي لو مسك فيه يخلي الاوبرين از اون مش اوف. طيب دول الثلاثه كنترول جين، الاو والبي والكاب جين. في ريجولاتوري ريسبونسر ريبريسور او انهبيتوري جين اللي هو الاي، اللي فتح المايك يا جماعه يقفلوا بعد اذنكم، في حد فتح المايك فيكم فعمل دوشه مش حاسس هو بنفسه، يركز كده ويقفل المايك ايه عشان ايه ما يعملش شوشره على يعني. طيب الريجولاتوري او ريبريسور او انهبيتوري جين ده، جين ده على طول كونتينوسلي ترانسكرايبد انتو بروتين اسمه لاك ريبريسور بروتين. خلاص يبقى انا عندي ستراكشرال كنترول وريجولاتوري. حلو، ايه اللي بيحصل؟ قال لك فيه حالتين، لا اما يشتغل لا اما ما يشتغلش. امتى ما يشتغلش؟ لو انا عندي جلوكوز متوفر وخلاص والدنيا زي الفل، انا مش محتاج الاوبرون يشتغل. الحاله بسمها ريبريشن اللي هو اخماد، يعني اللي هو امتى يحصل؟ لما يحصل الجلوكوز يكون متوفر. ايه اللي بيحصل؟ قال لك يبدا الاي اللي هو الاي جين اللي هو بيطلع لاك ريبريسور بروتين شغال، يحصل له ترانزليشن ترانسكريبشن ترانزليشن، يروح البروتين ده يمسك في الاوبريتور فيمنع الار ان اي زي ما شايفين في الرسمه كده، انه يمسك في الار ان اي بوليميريز يمسك في البروموتور، فما يحصلش ترانزليشن سوري ترانسكريبشن لللاكتوز ميتابولايزنج انزيم، وبالتالي ما يحصلهاش ترانزليشن، فكده الاوبرون وقف خلاص. شايفين اللاك ريبريسور بروتين اللي هو انهبيتور بيمسك في الاو اللي هو الاوبريتور، ده كنترول جين، يروح يمنع الار ان اي بوليميريز يمسك في البروموتر، وبالتالي ما فيش ترانسكريبشن. نيجي بعد كده للاندكشن. لو انا ما عنديش بقى جلوكوز وعندي متوفر اللاكتوز، ايه اللي بيحصل؟ قال لك جزء من اللاكتوز بيتكسر الى الو لاكتوز، والالو لاكتوز ده بيروح يعمل ايه بقى؟ يمسك في اللاك ريبريسور بروتين بتاع يخليه ما يمسكش في الاوبريتور، وبالتالي الاو ان ايه الار انيبولميريز يمسك في البروموتور زي ما انتم شايفين، يعني اللاكتوز يتكسر لجزء اسمه الو لاكتوز يمسك في اللاك ريبريسور بروتين ما يخلوش يمسك في الاوبريتور، وبالتالي الاو الار انيبولميريز يمسك في البروموتور، وبالتالي يحصل ترانسكريبشن وترانزليشن لللاكتوز ميتابولايزنج انزيم. مش كده وبس، قال لك انه في قاعده بتقول ان مستوى سيكريك ام بي بيتناسب تناسب عكسي مع تركيز الجلوكوز في الخليه بتاع البكتيريا، فانا بما ان في الكونديشن دي ما عنديش جلوكوز فسيكريك ام بي هيزيد، فيروح ينشط الكاتابولايت اكتيفيتور بروتين جين ان هو يطلع لي كاتابولايت اكتيفيتور بروتين نفسه يمسك في الكاب جين، وده اكت از انهانسر ل اللاك اوبرون فيحفز حدوث ان الار ان اي بوليميريز يمسك في الاوبريتور في البروموتر بتاعه، وبالتالي يحصل ترانسكريبشن ترانزيشن لللاك اوبرون. اذا ممكن اقول اللاك ريبريسور بروتين ده يشتغل كسايلنسر يمنع اللاك اوبرون، بينما الكاب اللي هو كاتابولايت اكتيفيتور بروتين يشتغل كانهانسر يعني يخلي اللاك اوبرون شغال. ده السؤال اللي هتحلوه عندكم في البورتفوليو بتاعكم. تعالوا نحل بسرعه الام سي كيوز ديت. قال لك اللاك اوبرون جين بتتكون من مين من دول يا جماعه؟ لو انتم شايفين السلايد عندكم على اللاب، الاجابه بتاعت السؤال ده ايه يا جماعه؟ اللاك اوبرون جين بيتكون من ايه؟ عباره عن ايه؟ سي اللي هو ثلاثه ستراكشرال جين، وريجوليتور اللي هو الاي جين، والاوبريتور والبروموتور جين. برافو عليك، فهو اللي هي الترانسكريبشن يونت على بعضها. طيب الكودينج سيكونس ارينجد ازاي في اللاك اوبرون؟ شكل اللي هو ايه شكلهم ازاي؟ بي الكودينج سيكونسز، انا بتكلم على الكودينج سيكونسز. يعني ايه كودينج؟ يعني الحاجات اللي كود فور الثلاثه انزيمز بتوع اللاكتوز ميتابولايزنج انزيم بيترتبوا ازاي؟ دي اي اللي هو الزات واي واي بالظبط كده. طيب ومين من دول مسؤول على الاندكشن اوف لاك اوبرون او اكت از انهانسر لللاك اوبرون؟ ايه الكاب؟ ايه برافو عليكم الكاب. طيب كده احنا خلصنا ديت. نعم بس